فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحد خطباء الجمعة يقول: إن هذه الأيام لا توجد أصنام، وإنما أصبح حب البيوت الفاخرة والسيارات هي أصنام للناس، لأن الناس يحبونها حب عبادة، فهل ما قاله صحيح؟ هذا كلام التبليغيين، هم اللي يقولون كذا، يقولون الشرك حب الدنيا، يقولون الشرك هو حب الدنيا، ما يقولون الشرك هو عبادة غير الله، هو دعاء غير الله، هو ما يقولون هذا. هذا ربما أن هذا متأثر بهم أو هو منهم أيضا. نعم، الشرك هو حب الدنيا. نعم.